تفسير رؤية النظارة في المنام. قال ابن سيرين إن رؤية النظارة في المنام تدل على وجود أمر في حياة الرائي يجب أن يعطيه اهتمامه بشكل كامل. إذا رأى الحالم زجاج نظارته مليئا بالأتربة والغبار، فهذا يعني وجود عدد كبير من الأمور التي تدور من حوله دون أن يكون قادرا على تفسيرها أو فهمها. كما تدل رؤية الأتربة على النظارة على الأفكار السلبية التي تدور في بال الرائي والتي يجب عليه التخلص منها. وفي حال رأى الشخص أن نظارته تظهر له العديد من الأمور بألوان مختلفة، فهذا يعني عدم تقديره الأمور بشكل سليم ومعاناته من الشك والوسواس. أما طلب النظارة من شخص آخر فيرمز إلى إعجاب الرائي بهذا الشخص ومحاولته السير على طريقه. في بعض الحالات ترمز النظارة إلى حصول الرائي على أموال كثيرة تبدل حاله نحو الأفضل، وذلك بفضل جهده في عمله. وإذا رأى الشخص أنه يرتدي نظارة صنع إطارها من العاج أو الذهب، فهذا يعني امتلاكه لقدرة إبداعية كبيرة. أما فقدان النظارة والبحث عنها فدليل على تفويت الرائي لموعد مهم كان سيغير مجرى حياته. ترمز النظارة الشمسية في المنام إلى أن الرائي شخص انطوائي، وفي بعض الأحيان تكون دليلا على الأمان والسلام الذي يعيشه الرجل في حياته. أما رؤية ارتداء النظارة في المنام فتعني اتخاذ الرائي وقتا طويلا في التفكير في أمور حياته وتردده في اتخاذ القرارات المصيرية. كما تدل رؤية النظارة الطبية على وجود مجموعة من الأمور في حياة الرائي التي تحتاج إلى إعادة النظر. ومن رأى في منامه نظارة خضراء فهذا يعني تحقيقه مجموعة كبيرة من النجاحات في حياته خلال الفترة القادمة. إذا رأت الفتاة العزباء النظارة في منامها فهذا يعني أنها فتاة حساسة ورومانسية. كما تدل هذه الرؤية على تفكيرها في قرار معين تجاه أحد الأشخاص. تدل رؤية المرأة المتزوجة للنظارة في منامها على أنها شخصية مميزة تسعى لجذب أنظار الآخرين إليها، وترمز رؤيتها لنظارة طبية إلى حكمتها، في حين ترمز النظارة الشمسية في منام المتزوجة إلى إعجابها بنفسها وجمالها. أخيراً، إذا رأت الحامل نظارة شمسية في منامها، فهذا يعني دخول السعادة والفرح إلى حياتها. أما بحثها عن النظارة، فيعني حاجتها لاهتمام وعطف الآخرين، في حين تدل النظارة الطبية في منام الحامل على مرورها ببعض المشاكل الصحية، لذلك يجب عليها الالتزام بنصائح الطبيب. هذا كله والله أعلم. اكتب لي في التعليقات هل سبق وشاهدت النظارة الشمسية أو الطبية؟